في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقعت القافلة الطبية الكشف على 1523 شخصا في قرية المنشية التابعة لمركز كومومبو في أسوان، وتم توفير العلاج الذي توافر منه أكثر من 130 صنفا بالمجان، كما تم تحويل حالات أخرى للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة لإجراء العمليات الجراحية وأشعة الرنين والمقطعية. شارك في القافلة 8 تخصصات إضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعة. بنقدم الخدمات الطبية، معانا أكثر من 10 عيادات طبية متنقلة، معانا الصيدلية اللي بتحتوي على أكثر من 130 صنف، معانا التحويلات الطبية لأقرب مستشفى، مستشفى كومومبو ومستشفى جامعة أسوان، كمان معانا معملية الدم والطفيليات، معانا جهاز الأشعة المتنقلة إذا لازم الأمر. جيت القافلة هنا يعني أكشف بالصلاة على النبي، ولا دفعوني ولا قرش، علاج مجاني وكشف مجاني ودكاترة بالصلاة على النبي ومبادرة الليسر اللي باركنا في الريس.